السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد إخواني الكرام. في شرحنا لهذا اليوم سنتعرف من خلاله طريقة إصلاح كاسك بلوتوث مثل هذا الشكل. كاسك بلوتوث فهو معروف، هذا الكاسك به مشكل، تشتغل فقط سماعة واحدة، وهذه السماعة اليسرى فهي لا تشتغل، وعندما أقوم بتحريكه فأسمع يعني صوت يعني بداخل، يعني هناك شيء يعني منقطع داخل هذه السماعة. سأقوم بفتحها أمامكم وسنقوم إن شاء الله بإصلاحها بطريقة بسيطة جدا إخواني الكرام، فتابعونا. نقوم بفتحها، فطريقة الفتح إخواني الكرام فهي بسيطة. عندما تقوم فكما مبين إخواني الكرام فتحتها وجدتها يعني الأسلاك خاصة بها منقطعة كما هي مبينة أمامكم إخواني الكرام، منقطعة. وكذلك هذه السماعة وهذا الشيء فهو مفصول من مكانه، منزوع من مكانه. نقوم بإرجاع إلى مكانه، فطريقة بسيطة هكذا نقوم بإرجاع، هي تلتصق بسهولة. ثم بطريقة بسيطة إخواني الكرام تقوم هنا وجدت ثلاثة أسلاك، سلك أحمر وسلك يعني أخضر ونحاسي. دائما هذا النحاسي فهو يكون دائما يكون سال يعني أرضي سالب، وهذه الأسلاك يعني غالبا ما تجد سلك واحد فقط. إذا وجدت سلكين فقم بتلحيمهما في مكانهما. سأقوم بتلحيم السلك النحاسي هنا، وفي هذه الأطراف الثانية سأقوم بتلحيم السلك الأخضر والأحمر. فتابعوني إخواني الكرام، نقوم بتقريب تثبيت هذا، يقوم ب ثم نأتي بكاوية لحام إخواني الكرام على هذا الشكل، ونقوم بتثبيت الأسلاك. تقوم بوضع عليها قليل من اللحم إخواني الكرام، تقوم بتثبيت السلك كل سلك مكانه بطريقة بسيطة بهذه الطريقة إخواني الكرام. فالأمر بسيط، لا يحتاجني فقط قمت بتثبيت السلك الأول، قمت بتثبيت السلك الأول يعني بسهولة تامة إخواني الكرام. ونأتي بالسلك الثاني، ونأتي بالسلك النحاسي وهو الأرضي. بهذه الطريقة إخواني الكرام كما هو موضح أمامكم، السلك الأرضي هنا والأسلاك الأخرى في كل سلك يعني مكانه بهذه الطريقة، فطريقة بسيطة إخواني الكرام. ثم نقوم بإعادة الكاسك أو السماعة مكانها. هناك تجد يعني ثقوب، تقوم بإدخال هذه الثقوب مكانها، أقوم بالضغط حتى ترجع مكانها. الآن إخواني الكرام نقوم بالتجربة إن شاء الله. نقوم بالضغط على زر تشغيل الكاسك والسماعة، هذا مؤشر يدل على أنها شغالة، وأقوم بتوصيل البلوتوث مع هاتف آخر ونجرب إن شاء الله. تم الاتصال، نقوم الآن بالتجربة. يعني كل شيء شغال إخواني الكرام. يعني أصبح الكاسك شغال إخواني الكرام بطريقة بسيطة، يمكنك إصلاحه بدلا عن ترميه أخي الكريم. إذن كان إخواني الكرام هذا هو شرحنا لهذا اليوم، وإلى شرح قادم بحول الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.